إنشاء شبكة عظام لتدوير الوجه أفقياً ورأسياً. ننشئ أولاً عظمة ذكية لتحريك الوجه أفقياً. نفتح نافذة الأكشن وننشئ أكشن باسم العظمة. وندور العظمة يمين ونحرك طبقات الوجه إلى اليمين ونحرك هذه الأذن إلى اليسار ونفعل إمكانية تحريك الطبقات الفرعية للأمام وللخلف وننقل هذه الأذن للأمام ونحركها يمين. نغلق الأكشن ونعين. نعمل أكشن تاني لنفس العظمة وندور العظمة يسار ونحرك مكونات الوجه إلى اليسار ونحرك هذه الأذن للأمام ولليسار وهذه الأذن إلى اليمين. نغلق الأكشن ونعين. ننشئ عظمة أفقية لتحريك الرأس لأعلى ولأسفل وننشئ أكشن باسم العظمة وندور العظمة لأسفل ونحرك مكونات الوجه إلى أسفل. ننشئ أكشن تاني لنفس العظمة وندور لأعلى ونحرك أجزاء الوجه إلى أعلى. الخطوة التالية إنشاء عظمة هدف لتحريك العظمة الذكية. نحدد العظمة الذكية ونقيد حركتها بعظمة الهدف. نعين. ننشئ عظمة هدف أخرى للتحريك الرأسي. الخطوة التالية ننشئ عظمة واحدة للتحكم في عظمتي الهدف. نسميها مثلا مصدر ونحدد عظمة الهدف الأفقية ونقيدها بحركة عظمة المصدر الأفقية فقط ونجعل القيمة الرأسية صفر فلا تتأثر بالحركة الرأسية. نلاحظ العظمة تتأثر بالحركة الأفقية ولا تتأثر بالحركة الرأسية. أيضاً نحدد عظمة الهدف الرأسية ونقيدها بحركة عظمة المصدر الرأسية فقط ونجعل القيمة الأفقية صفر فلا تتأثر بالحركة الأفقية. وبكده تتحكم عظمة المصدر في تدوير الوجه بكل الاتجاهات. ننشئ عظمة في منتصف الوجه لتسهيل التحريك ونسميها مثلاً مصدر 2 ونحدد عظمة المصدر الأولى ونقيد حركتها بهذه العظمة. نعين. الآن يمكن تحديد عظام الشبكة ونخفيها وبكده يتم تدوير الوجه في عظمة واحدة.